طبعا السنه دي لاحظنا بقى حاجه في المسلسل. لاول مره بنشوف زوج حضرتك الاستاذ خالد سليم بيمثل، وهو اصلا من اهل فنيه، هو اخو الفنان. لا هو مش دعوه بالفن صراحه فعلا، بس طب ايه اللي شجعه بقى بعد كل السنين؟ لا هو مش متشجع خالص، هو جاي على فص عينه، هو مش متشجع خالص. حضرتك اللي اخيرا ولا انا وعملنا كومبينا انا واسراء واحمد عادل وسيف، يعني طبعا على راسنا استاذ جمال العدل واستاذ سامح عبد العزيز، عملنا كومبينا عليه ان احنا فعلا يعني محتاجين. مزنوقين فيه لازم، هو واحنا فعلا مزنوقين فيه يعني بجد. انا مش هقول لك حاجه، لان الشخصيه دي ظهرت بعد مثلا الحلقه ال20، يعني احنا ما كناش في دماغنا شخصيه الشخصيه مكتوبه من الاول، ما كانتش. فلما اتكتبت قلت له ما ينفعش، يعني انا يعني في راجلين جم في حياتي ما نفعوش، لازم التالت ينفع. ما ينفعش يبقى العيب فيا. فالحقيقة ما كناش عارفين نعمل ايه، ما كناش عارفين نختار مين. فانا اترجيته للأمانة، قعدت اقول له بجد انا مزنوقة فيك، بجد انا في مسلسل واحنا في النص ومش عارف اعمل ايه، وهو مشهد واحد. قال لي هو مشهد واحد مش اكتر. قلت له مشهد واحد ان انت تبان انك انت ابو كيشو بس كده. طبعا هم طمعوا فاشتغلوا على 5-6 مشاهد. طبعا هو كل ما يجي له اوردر يقول لي انت مش قلتي لي مشهد، انت السبب. بس هو مش عايز يكررها تاني خلاص خالص. ده انا قلت دي هتبقى هتجرجر وبقى وبعد كده، بس لا هو مش عايز يكررها تاني خالص، مره وخلاص. هو يعني بجد عملها علشان انا يعني اترجيته رجاء غير عادي. فقال لي هعمل لك مشهد وبقوا 5 بس بقوا 5